اسعار الفاكهه. حاج محسن اتفضل. حضرتك شفت الاسعار بتاعه الفاكهه في سوق الجمله، وشفت حياتك الاسعار اللي موجوده في التجزئه، وربما كمان سوق الجمله يرمي على المزارع. لو كنا كمان هنروح للقصه من الاول، بس خلينا ما بين الجمله والتجزئه، حضرتك بتفسر بايه هذا الارتفاع الجنوني ما بين سعر البيع في الجمله وسعر الشراء في التجزئه؟ اقول لسعادتك على حاجه، علشان نتكلم ونعرض مشكله لازم العالم يتكلم فيها بامانه. طبعا يا فندم. اساس الخضار والفاكهه عرض وطلب، زاد المعروض وقل الطلب بتنزل الاسعار، قل المعروض وزاد الطلب عليه او الطلب هو هو هترتفع الاسعار. الاسعار دي ارتفعت من العيد او من قبل العيد باسبوع. ليه؟ احنا عندنا العماله متمثله، معظم العماله فيها من 60 ل 70% من ابناء الصعيد. دي بتيجي بتشتغل الفتره 3 4 شهور وبتنزل اجازتها قبل العيد الكبير، خاصه بيروح يقعد 10 ايام في البيت. فالفتره بتاع العيد قل المعروض في السوق بعد العيد بحوالي 5 6 ايام. معظم الاسواق كانت شغاله، وقل المعروض عشان العاملين مش موجودين يوصلوا. ده عامل من ضمن العوامل، عامل من ضمن حياتك كده الفاكهه هتحمر. لا لا لا، ما اصل احنا بنتكلم عن فاكهه. لا لا، فلو هو العامل اللي قاله اسبوع ما وصلش الحاجه، يبقى حضرتك لا الفاكهه لا لا، مش ما وصلش الحاجه. العامل اللي بيجني الثمار، اللي بيجني الثمار عشان يجمع المزارع، يعني اللي بيجمع للمزارع. ما الفلاح ده مش بيجمع بايده، ما هو بيجيب عماله تشتغل. بيجيب عماله تشتغل، مظبوط. الفتره دي كان في اجازات بعد العيد باسبوع 10 تملى بالعماله دي ترجع. تاني حاجه، احنا دلوقتي في 4 9 او من بدايه 1 9، الفاكهه المعروضه دلوقتي حاليا سعادتك شغاله من بدايه شهر 5. سواء العنب، المانجا، الجوافه بتبدا دلوقتي وهتستمر لقدام شويه، يعني كل ما هيجي الوقت عليها كل ما هتقل، ما هيقل سعرها. الرمان محصول رئيسي دلوقتي ولذلك اسعاره رخيصه. البلح بانواعه، في انواع من البلح عشان برضه حياتك برضه. انا سؤالي مش ده، انا عايز اعرف ليه يتباع كيلو فاكهه ب 8 جنيه واشتريه انا ب 30 جنيه؟ ما انا هقول لسعادتك اكملك، انا اللي اكمل لك. فاصبح ان هو المعروض، السلعه الغاليه دلوقتي حاليا المانجا غاليه، والغلا في نوعين من الغلا بره موجود. ده حياتك الجوافه ب 16 جنيه. ما انا هقول في نوعين الجوافه اللي طول عمرنا عارفين ان مالهاش سعر. ما هقول لسعادتك، هو في حاجه، في نوعين من الغلا موجودين بره. اتفضل. في اسواق، لو دخلت اسواق اللي هي المجمعه اللي في المناطق الشعبيه، هتلاقي كيلو المانجا فيها يختلف عن واحد تاني بيبيع في المنطقه. حضرتك التقرير اللي عملناه ده في منطقه شعبيه في امبابه. عارف ان ما انا شايف شايف الوضع يعني اللي موجود ده في منطقه متوسطه. هنا في فرق سعر كبير بيبقى موجود بين الجمله وبين التجزئه. المفروض كيلو اللي الراجل بياخده من عندي ب 6 جنيه او ب 7 جنيه او ب 8 جنيه ده بيصرف عليه حوالي 2 جنيه. كويس عليه. مظبوط. والمفروض يكسب، لما نقول الكيلو ده ب 10 جنيه يبقى الراجل مش هيقول هيكسب اقل من 20%، المفروض يكسب عليه 2 جنيه. يبقى المفروض لما ياخد حاجه ب 8 جنيه المفروض البياع يبيعها من 11. احنا بقى النقطه دي محتاجه شرح، انا مضطر اطلع فاصل. ما هو اطلع ما فاصل دقيقه وارجع. بس الفاصل ده لازم اطلعه، ابقوا معانا. ده الاذان يا ورجعنا لحضراتكم مره تانية ونكمل حساب كيلو الفاكهه. قلنا حضرتك ان كيلو الفاكهه من تاجر جمله بيزيد 2 جنيه نولون. لا مش نولون بس، نولون وتكلفه. نولون وتكلفة. وهو كمان ياخد له 20%. فلو الكيلو ب 8 جنيه يكلف 10 جنيه، ياخد له 20% هامش ربح، يبقى يبيع الكيلو ب 12 جنيه. من 11 ل 12 جنيه. طيب حضرتك هو بيبيعه ليه بقى ب 20 و 22 جنيه؟ في ناس بتبيع ب 11 وب 12، وفي ناس بتبيع ب 20 وب 25، وفي ناس ممكن تبالغ في الاسعار. ده هنا في سوء سلوك موجود من بعض تجار التجزئه الموجودين. يعني حضرتك شايف ان ده جشع تجار؟ في جشع، جشع من بعض تجار التجزئه الموجودين، ولكن في نقطه عايز اوصلها لسعادتك. اتفضل. المحصول السنه دي، ما هو هنا في مشاكل بتحصل. سعادتي كلمت كلمة دلوقتي في المقدمة مع سعادتك، قلت الموز السنة دي كان كويس ورخيص فعلا، واحنا قلنا كده دي الفاكهة رخيصة وجميلة وتمام التمام. الموز بالأسعار اللي اتباعت بيه ده خرب بيوت الفلاحين السنة دي اللي اتباع بيها الموز. طب هو اتباع بالسنة ده ليه؟ عشان عرض، عشان عرضه كان زيادة. سعادتك فدان الموز بيكلف من 90 ل 100,000 جنيه. من 90 ل 100,000 جنيه. لما يتباع موز السنه دي ما كناش لاقيين ثلاجات تدخل فيها الموز، وال 2 جنيه ونص وال 3 جنيه و 3 جنيه ونص اتدمرت ناس. الا انت اسمح لي يا حاج، ما انت ده عشان الفلاح ما بيتباعش، لا يتبع الدوره الزراعيه. لا لا، ما لو بيتبع الدوره الزراعيه ما كانش كلهم يزرعوا موز. تمام. انا هكلم بقى ساعتك هنا ليه المشكله. اتفضل. في ايه؟ اتفضل. لما حصل الموز اتباع بالاسعار دي كده السنه دي، السنه الجايه هتلاقي كميه الناس اللي زرعت الموز خسرت خساره، الفلاحين لا ما يقدروش على، فاللي بيزرع 40 فدان زرع 20 فدان. فهتبص هتلاقي العرض بتاعه يقل وهيرتفع سعره. فاحنا بنتكلم في ايه؟ المفروض
اساسا عشان نحل المشكله من اساسها لازم المشكله نعرف بدايتها بادئه منين وتنتهي فين. ايوه علشان يبقى الامور لها حل. مش انا ابقى فرحان لما كيلو البطاطس يتباع ب 90 قرش وبجنيه، ده انا ببقى حزين ليه؟ 16 جنيه لا ما انا وساعات ما كان طول السنه بيتباع ب 9 ب 90 قرش وبجنيه وبجنيه وربع والناس وكلت للمواشي وما نزلتش للسواق لان ما جابش تكلفته. دلوقتي البطاطس اللي بتتباع دلوقتي سعادتك اللي موجوده اللي متخزنه في الثلاجات لان البطاطس دي عروه شتويه. فاللي موجود دلوقتي البطاطس اللي احنا بناكلها كلها دلوقتي موجوده واخد تبريد محفوظه في التبريد وبتتباع جمله من 6 جنيه ل 6 جنيه ونص الكيلو، ولما تلاقيها بالسعر من 6 جنيه ل 6 جنيه ونص جمله ده سعر مش مناسب، ده اكتر من المناسب. وحياتك يا دوبك يوفرش للفلاح حاجه يا حاج. 6 جنيه ونص جمله حط عليها ال 2 جنيه نولون بقت 8 ونص، نضرب في 20% لحوالي بالكتير قوي 2 جنيه وانا بحبها. من 9 جنيه ل 10 جنيه، من 9 ل 10 جنيه، من 9 ل 10 جنيه. كويس. هنا في بعض الناس التجار التجزئه بيبيعوه ب 12 وب 13 ولا الكلام ده كله، الناس بتشتكي منه زي التقرير ما بيقول سعادتك. هنا ما فيش رقابه عليه. سعادتك علشان نقول ما فيش رقابه عليه، ما فيش قانون اصلا يحكم او يدي سلطه لرجل التموين او للرجل المسؤول ان هو يفرض عليه عقوبه طالما حاطط اعلان. وسبق انا طلعت قبل كده وقلنا يا جماعه نحط تسعيره استرشاديه مش تسعيره جبريه. ايوه طبعا. ونقول المنافسه احنا فعلا سوق حر وبيحكمني المنافسه والعرض والطلب. ماشي، ولكن في حاجه، الحاجه ساعتك دلوقتي بتقولي تكلفتها كام؟ 8 جنيه بيع من 10 ل 11. يبقى انا بقول حاجه نحط السقف من 25% ل 30% هامش ربح، وتبقى ال 30% 35% دي هامش الربح دي هي اللي اتنافس عليها انا وسعادتك. انا اخد 20 بس دكتور محمد، سعادتك ياخد 25 قابل للتطبيق. خدت بال سعادتك معايا؟ يبقى هنا المنافسه في كده، يبقى انا مش بق مش بق من كده، مش بعمل جبريه. حياتك شايف ان الكلام ده قابل للتطبيق؟ ده عشان التاجر الجشع بتاع التجزئه. ما انا فاهمه يقدر يقدر تحاسبيه، بس لان هو برضه عنده مبررات.